بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، اسعد الله صباحكم. هذا بكل خير، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هنا من أرضية هذا الميدان. بداية موسم جميل مميز، انطلاقات السباق الصيفي لسن الحجاية 3 كيلومترات 6 أشواط. هنا هذه الشعارات تتنافس لكسب هذا الناموس. يقول الشاعر: لمطعم خيرة حلالة ويعاني الناموس، مرضوف ربي عسى الناموس هالي سهل وشهوده شوف الله. لمطعم عطايا الله، لمطعم المبروكات، نتمنى إن شاء الله كل التوفيق في شوطنا الأول الرئيسي الذي انطلق في هذه اللحظات الجميلة، في هذه اللحظات المميزة، في يوم المميز هنا على أرضية ميدان الطي. يا سلام، الشعارات الذهبية بدأت تظهر، بدأت علاماتها تبين، بدأ ظهورها يبين في هذا الموسم، في هذا الموسم الاستثنائي، في هذا الموسم الجميل، بدعم واهتمام من أصحاب السمو الشيوخ. نتمنى كل التوفيق، نتمنى كل ما هو جميل في رياضتنا العربية الأصيلة الشاهينية. من تستفتع إذاعتنا ولا شواهين؟ علي بن سيف بن محمد الكعبي، يلا يا ابو سيف النقل هناك على هملول. وأزير بن غلام بن موسى بن أحمد البلوسي، ولا أشوف سرابة. وأحمد بن سعيد بن عبد الله بن غرير الاجتبي، بينما اللي في المركز الثالث ما شاء الله شوهين، وعبد الله بن محمد بن هلي نقلتنا على المركز الرابع، نجم هذا الموسم. خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري يشاركنا مع انطلاقات الحجايج. انتقل وياكم إلى المركز الخامس، أشوف اللي تسللت هناك من الجانب الآخر. جدبني خلني أشوف هذا الرقم، هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا لمراكزنا، ذعناها عليكم بالوفو والتمام، خبروني باسم راعي هاي البكرة، هذا 75 رقمها، 75 أظني مسجل رقم الحلفة. أتمنى كل التوفيق، أتمنى كل ما هو جميل. خبروني باسم راعي هذه الخطيرة. ولكن شواهين بالمركز الأول في مقدمة هذا الانطلاق، علي بن سيب بن محمد الكعبي، بينما اللي في المركز الثاني أيها الإخوة وسط سرابه أحمد بن سعيد بن عبد الله بن غرير الاجتبي. أظن هذا الشعار الجديد مفاجأة جديدة يا بن غرير، نقلتنا على المركز الثالث مجهولة، حرام نذيعها مجهولة. بينما اللي في المركز الرابع شعار خليفة بن عبيد بن خليفة العميري مع الشاهرية، وهناك بالهلي يا بالهلي ما شاء الله تبارك الرحمن، عبد الله بن محمد بالهلي. هكذا أيها الإخوة كان الوصف التوصيلي. يا علي يوم صورنا عطنا لقطة على المراكز من بعد الخمس، عطنا لقطة وصلت الشاهرية. مطر بن علي بن علوان الشبي أحد الأسامي الخطيرة، نقلتنا على المركز السابع. هناك الواعي ياسر بن سالم بن محمد الخاطري، يا مرحبا والله بهالسوان مع الكيلو الأخير. حد يخبرنا يا جماعة برعت المركز الأول، ولا لو سير بن أغلام البلوشي أظني، نحن بنذيحها لك يا وزير. نقلتنا على الشاهري في المركز الثاني، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، بينما اللي في المركز الثالث أيها الإخوة أحمد بن عبيد الكذبي مع الشاهنية بالمركز الأول. المركز الثاني هناك الشاهنية خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، ولكن ديروا بالكم نجمة الموسم الماضي واصلة مطر بن علي بن علوان لفسبي عنده كلام، ولكن أحمد بن عبيد الله 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 يا بن علوان واصل بن علوان. وجدت حسين
بن علوان بن علوان ولا احمد بن عبيد مع الشهريه. اللحظات 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 ما دفعها بن علوان بالشوط الاول اللي يحيدها كفو صاحبه الانجازات والتوقيتات الجميله في العام الماضي. تعيد انجازها تعيد انجازها تعيد ماضيها هناك من سن الفطامين ولا الحجايج هنا مع هذا الموسم الجميل. مطار بن علي بن علوان الاجتبي 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 ارسل هذا السلام من الخوانيج. مطار بن علي بن علوان سلام سلام وتحيه واحترام يا ابو علي. المركز الثاني خليفه بن عبيد بن خليفه الحميري. المركز الثالث محمد بن عبد الله بن محمد بن هلي. المركز الرابع مستمعينا الاعزاء لياسر بن سالم محمد الخاطري. وفي المركز الخامس احمد بن سعيد توقيت. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. التاريخ 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 يقف دائما محبا واحتراما لهذا الشعار. اربع دقائق 37 ثانية و12 جزمة ثانية. الله جد التاريخه المميز جد التاريخه العريق في هذه الانطلاقات. مطر بن علي بن علوان الاجتبي ما شاء الله قلت لكم عنها قلت لكم ما فكها في الشوط الاول الا يحيط تحت راسه شيء الا يحيط تحت راسه خطورة وانطلاقات متميزه مع هذا الشعار التاريخي. تهانينا يا ابو علي والناموس.